ما يكويس مزعت. لا الله يوفقك يا صالح. الله يسلمك صالح حبيبي. اسلم. كم لك في السوشيال ميديا؟ ما ادري تقريبا كذا يومين. لا لا والله مطول والله، بس يعني من اي ناحيه تقصد؟ من السوشيال ميديا يعني شفت نفسك انك وصلت للجمهور من قبل برامج الواقع؟ والله يمكن قبل تجربه في البدايه. سنه برنامج جيت طلعت ظهور برنامج هنا. ايوه اسلم اسلم. يعني تجربتك وين كانت في البدايه او شيء؟ بدايه طلعت في برنامج بس. وش اسم كان البرنامج؟ بس يمكن قبل برنامج يمكن قبل 8 شهور كذا تقريبا او 9 شهور بس. ما شاء الله. اي والله بس الشهره من الاساس يمكن من قبل سنتين وحاجه. يا سلام. حددني عن وصولك للجمهور سواء عن طريق التلفزيون او عن طريق السوشيال ميديا. كيف وصلت للجمهور؟ كيف وصلت للجمهور؟ والله ابد يعني صالح القحطاني كيف وصل للجمهور؟ كنت والله انا بس انطقتك كذا ذا تصوير مقاطع عاديه يعني. حلو. استهبال ومزح. ما توقعت انها بتوصل على طول يعني والله. بس وصلت للجمهور والجمهور عاد اذا عجبه واحد ولا كذا يبغى يتابع او شيء قاعد يدور الحساب. جت كذا والله. وكيف تشوف وضعك في السوشيال ميديا؟ تمام الحمد لله ماشي. ان شاء الله وضعك سليم جدا. تمام يلا ما كان. طيب هدفك يا اخوي صالح في دخول برنامج حياتك؟ صوت يا كابتن. هدفك الباب لا انت الديب. والباب الدخول برنامج حياتك. هدفك انت اول ما دخلت برنامج حياتك وش هدفك؟ وش في برنامج حياتك؟ اي وش عندك؟ ايوه تقول يا علي خلاص بصل ولا باقي؟ اسلم اسلم. عطني عطني ما عندك واخرج ما في. عشان اركز البرتقاله والله. شفت خربت البرتقاله يا الله. والله اي والله دقيقه بس اسمع من يسالك السؤال هذا عشان اسلم. اكيد مرسول عليك اكيد عندك هدف في الحياه. ايوه ايوه والله ابو علي كل واحد عنده هدف في الحياه. اكيد الرجل دخل برنامج حياتك اكيد عنده هدف. اكيد. طيب والبرنامج ما يقبل اي احد الا عنده هدف. وش هدفك؟ وش هدفك يا كابتن؟ لا ما جيته ما جيته. باقي عندي هدف يا طلع الصام. اول شيء اول شيء يا قلبي كان ثمين لو مبدع. الشيخ انت مبدع. الله يبارك فيك. الله يسلمك. والله مبدع عليك. مبدع على كان ثمين. خلاص اسلم تفضل. طيب واصل الله يوفقك. هدفي يا قلبي ايش اسمه ذا؟ هدفي صح؟ انت تبغى الهدف؟ الهدف ايوه هدفي يا طلع عمر السلامه لو بس ادخال السرور. يا شوف كل حين تضحك. ادخال السرور. ادخال السرور على قلب اي واحد يا اخي. بعضهم يجيك يتابعك واحد منفس ونفسه في راس خشمه. حلو. وعلي لا طالع فيه كذا خليني اركز في سؤالي لاني بديت اضيع. اسلم ايوه. فايش اسمه فيجيك نفسه راس خشمه يجي يتابع كذا ينبسط معك ويضحك الحاله هذه ان شاء الله انها يعني مره. اي والله. الشيء الثاني برضه جميل. طيب السوشيال ميديا او يعني لا ايش دخل السوشيال ميديا برنامج حياتك؟ اي برنامج حياتك. بعضهم بعضهم ما يبين عشان اوضحك اكثر. بعضهم ما يبين هدفه داخل البرنامج. بعضهم يبين هدفه بعد ما يطلع البرنامج. صح. مع الباب انا ما بقول لك لا ببينه لا قبل ولا بعد بس انا بتكلم عن اللي اشياء ما تبين شيء مره. لا لا اصبر. اي الحين اشوف ايش اسمه كم في متشارك معنا؟ 22 صح؟ 22. معي 21. طيب ما لها دخل نهائيا. لا يعني صرنا 21. ابي هدفك الله يرحم والديك. طيب دقيقة ركز دقيقة كيف الحركة؟ جميل جميل. عطني هدف. خلاص خله كذا. ما يحتاج لا لا بحطها في الخلاط. خليك انت الطبخ الرئيسي. خلف البصل. اسلم. ترى عيني بدأت تدمع. والله ما حتى اسلم. ايش اسمه لا. فا امانة خليك واقعي. منها تعرف والله على الشباب. هذا خاصين منه. جاي افيد واستفيد. يا سلام. جاي برضو عشان مو عشان 300 الف يعني. ها. بس لو جت والله حلوه. اي احلف انها ما هي 10000. والله احلف. بدنا نحلف. بدنا نحلف. ترى ترى 300 الف. والله لا تقلع ترى. والله فكرت فيها امس قبل راحت 300. والله ما ان شاء الله. ايوه ابعد تبي. غير من حال لحاله. لا طيب طيب اخوي. يعني اسباب والله عده ما ما الواحد برضو اني درت انك في فتره المطبخ هذه اسمها ايش؟ فتره مطبخ. فقرة المطبخ يعني درست فيها أبو سالم قلت الله أنا جاي جاي يا جعلني ورفتك.